قريب من هموم الناس. هذا الزعيم ترى الحقيقي، زعيم ما هو اللي احط له اليوم بهرج واحط له يعني سيارات معينه ومرفه ومنعم واشوفه بيخوت او مواكب معينه وحرس يمنى ويسرى، لا، هذا الرئيس الزعيم اللي فعلا يحكم العالم بذات الوقت تجده قريب جدا من الشارع، خصوصا من الناس المتواضعين، من الناس البسطاء جدا، من الناس اللي هو منه هو الرئيس رجب طيب أردوغان من هذه النوعية، مواليده هو 1954، لكن شوف الريف اللي عاش فيه، الحياة البسيطة اللي كان فيها، حتى عندما كان يبيع البطيخ، عندما كان بسيطا جدا قبل أن يلتحق حتى في الأحزاب، هذه هي شخصيته. فهو الرجل يريد أن يوصل رسالة بأني أنا منكم وفيكم. فهذه الصورة أعتقدها إيجابية في ظروف رمضان حلوة، وتعطي رسالة إيجابية حلوة رائعة لكل إنسان مربي، لكل إنسان مسؤول، لكل إنسان يعني من نقول عن رب أسرة إلى رئيس جمهورية إلى ملك إلى رئيس. هذه صورة حلوة، هذا النموذج حلو، أنا أتمنى أن يعمم وأن يكون موجود حتى في مسلسلاتنا وفي حياتنا الإعلامية.